مشاهدي ليالي الكويت، بعدنا مكملين أيضا حلقتنا اليوم، لكن اليوم فقرتنا مع مواهب كويتية شابة يعني سووا شغلة جدا مميزة، هم يحولون الخردة لشيء جديد ومتميز. طبعا متخصصين في البر والبحر. في البر يعني سيارات قديمة كان سكراب حولوها لجديدة، ولكن أيضا الطراريد القديمة صارت طراريد آخر موديل. معانا اليوم ضيوفنا فوز الهذلول وأيضا معانا فهد الغلب. يا هلا ومرحبا فيكم بليالي الكويت. يا هلا ومرحبا فيكم، نورينا في ليالي الكويت، وأكيد إحنا ككويتيين نفتخر فيكم وفي طاقتكم. يعني من وين جت لكم هالفكرة؟ خلنا نسأل الأستاذ فوزي الهذلول، من وين جت لك هالفكرة؟ أهلا وسهلا فيك. هذه الفكرة أول شيء كانت موهبة تطورت مع الوقت شوي شوي. كنت اقتني السيارات يعني خلينا نقول بديت بالثمانينات يمكن، وبلشت حبيت في نوع معين من السيارات انا كنت اقتني او احب السيارات هذه، وشوي شوي 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 تطورت مع فتحنا الحين ورشه كبيره وجراج كبير، وقمنا نشتري سيارات يعني قررت تلقى سياره متهالكه كلش او حديده نشتريها، بس مو اي سياره طبعا، تكون سيارات معينه يعني، ونحاول نجددها ونردها نفس حالتها ما كانت الأصلية مثل ما طلعت من المصنع. يعني نفس الشيء بالنسبة لك أنت فهد، يعني للطراريد اللي قاعد تختارهم قاعد تجيبهم من الكويت من برا الكويت، شنو موديلاتهم؟ لا احنا موضوع الطراريد والبحر ويخوت يختلف تماما. هو يجي اليخت أو الطراد كصيانة، احنا نغير شنو نسوي فيه أو الزبون نفسه هو ايش يسوي فيه ونجدده على حسب طلبه هو. قل لنا شنو كانت بداياتك انت؟ اللي عرفنا ان ايضا تشتغلون بايدكم، والعماله اللي قاعد تشتغل معاكم تدربونها بنفسكم وبوجودكم انتم. اي كبدايه مو بس اشراف، يعني كشباب كويتيين واصل لهالمرحله، منو علمكم وشلون تدربتوا؟ لا هي كبدايه كانت هوايه ونحب البحر ونروح ونرجع، وشوي شوي صارت لا صار بزنس، ومع الوقت لا تطور الشغل والحمد لله يعني كبر موضوع، واحنا قمنا يعني ندرب العمال على حسب ما احنا نعرفه، وساعات احنا نستفيد منهم في خبرات نجيبهم من برا احنا نستفيد منهم. نعم، فهد قول لنا اكثر عن شغلك، يعني قول لنا اكثر عن تخصصك. انت ذكرت مجالك من الطراريد والباور بوت لليخوت يمكن. طبعا يفرق الطراد يفرق والباور بوت يفرق واليخت يفرق. الباور بوت اللي هو طراد السرعه اللي هو حق السباقات وحق الشو، والطراريد تصير هي طراريد الصيد والنزهه الصغيره. اما اليخوت هذا موضوع اخر، اللي هم اليخوت الكبار اللي يصير حق سفر او حق هم نفس الشيء نزهتكم. شنو حجام اليخوت؟ يعني تتكلمين من 40 قدم اللي بالكويت ل 120 قدم. وتصلحهم بنفسك بيدك؟ لا طبعا ما اصلحهم بنفسي. احنا كنا نشتغل بالبدايه تعلمنا الشغل شوي، بس ان العمال اللي يصلحون اليخوت لا على يد مهندسين، احنا جبناهم برا واحنا اللي طورنا الشغل معاهم. مثل الصورة اللي قاعد نشوفها الحين قاعد تسوي كاستمايزيشن على اليخت. قاعد في معنا صورة على الهواء مشاهدينا نشوفها قاعد تسوي كاستمايزيشن على اليخت. أنا ما هذا كان بالورشة عندك؟ هذا يسمونه الاير براش بينت. هذا مو يخت، هذا يصير غارب نزهة. بس حجمه كبير ويصير عليه الرسمة هذه تكون على طلب الزبون اللي هو ايش اللي يبي يرسمها، نرسمها احنا على اللنج نفسه او اليخت نفسه. فوزي بس بغيت اعرف منك الحين السيارات شلون تنتقيها؟ تجيبها من داخل الكويت من برا الكويت؟ سنوات معينه الموديل اللي تختاره، يعني موديل السياره شلون تشتغل عليها؟ لا انا يعني انقل السيارات الكلاسيكس القديمه، يعني الكلاسيك كلها يعني عموما من السبعينات والستينات، يعني هذا السيارات اللي خردة يعني معدومة عدم، يعني السيارات اللي قاعد تجيبهم بالضبط. هذا أنا يعني أنت بالبداية أنت قبل كويتي ويشتغل ميكانيكي أو بيده يعني مثل شوي في تحفظ من الناحية، لكن الحين في ناس قاعد يدرسون يتخرجون ياخذون هندسة ميكانيك وهندسة وكهرباء مش عارف ايش، ويتخرج من معاهد وجامعات ويروح يسافر ويدفع فلوس ويتكلف عشان ياخذ الشهادة هذه. الحين صار وقت يعني انقلبت الآية مثل ما يقولون. هو تخصصك انت يعني؟ انا مو متخصص، انا ماخذها يعني على قولتهم هواية. انا كانت هواية. احنا يعني الحين في ناس وفي شباب صغار، احنا يمكن من الجيل اللي قبلهم شوية، في ناس الحين شباب صغار قاعد يدرسون يتخرج وي ما يقدر يجي الكويت حتى يفتح له ورشه، ما يقدر يعني من اجارات قاليه ومش عارف ايش. يمكن احنا يعني
سبقناهم بهالشغلة وفتحنا وكذا، لكن احنا يا ريت يعني الدولة تساعدهم او تقدم لهم حوافز او تفتح لهم ورش وكذا، يعني بالعكس يساعدونهم. الموديلات هذه تحافظ عليها كشكلها القديم ولا تضيف عليها وتطورها بشكل جديد، يعني تحط لمساتك عليها مثلا؟ لا انا اخليها على شكلها نفسها على حسب السيارة. نعم. يعني في سيارة لا والله مثلا عندي سيارتين نفس الشيء، واحدة اخليها اورجينال اصلية نفس ما اضيف عليها، والثانية يعني اقدر اضيف عليها شوية كذي. واحدة منهم احنا قاعد نشوفها على الهواء حاليا. نعم. هذه سيارة واحد من الأخوان عندنا من العملاء اللي يبنى الجراج زباين، فشاري السيارة هم كذي وهاوي. نعم. إنه يجمع السيارات الكلاسيك. نعم. وجددها بالكامل هذه هم نفس الطريقة، يعني جددناها. نعم. من برا من داخل ميكانيك وكذا. وهذا في إقبال أن يأخذونها الشباب، يعني اللي تشتريهم أنت من برا وترجع تعيد يعني تصنيعها مرة ثانية مثل ما يقولون، في لها سوق هنا بالكويت قاعد يشترون منك الشباب؟ هي ما احنا يعني شوفوا انت لما تفكرين بالشغلة هذه احنا ما نلتفت لها على الناحية المادية، لانها شغلة مكلفة اولا وتاخذ منك جهد ووقت. انت لما على ما تطلع لك سيارة نفس هذه تخلصها يبي لك مو اقل من اقل شيء اذا انت شاطر تطلعها بسنة او تسع شهور. حلوها تهبل السيارة قبل ما خلصت. بالضبط. شفتي وين كانت الحين وين صارت؟ اي والله هذه اللي كانت مسكرة قبل شوي. مرسيدس موديل 65. تسلم ايدك. اسال اي والله. شغل حلو. الله يسلمك. وقاعد يقبلون عليها، قاعد ياخذون يعني لها سوق بالكويت. طبعا هي بس انت الحين مثلا عندنا السيارات هذه لما تكلف الواحد يتكلف فيها مو قاعد يدور من وراها ماده او ربحها، لا اساسا هذه. نعم. مفتوحه ميزانيه مفتوحه يبي لها. نعم. عندك الحين مثلا عندنا بالكويت بمتحف السيارات التاريخيه او الكلاسيك، يعني السياره هذه مو بقيمتها الماديه مو بفلوسها. نعم. يعني انا بالمتحف بالكويت في سيارات مثلا سياره الشيخ الامير الله يرحمه الشيخ يابر الاحمر، الله يرحمه، يابوها وجددوها وضبطوها وحطوها وعرضوها، كافي انها سياره الامير الله يرحمه. الله يرحمه. فلما تكون عندي سياره شخصيه معروفه. نعم. او كذا بحد ذاتها، او سياره هذه مثلا ما في منها الا اربع او خمس حبات بالعالم وانت تقتنين السياره هذه، هذا بالعكس شيء يعني مو صراحة أخي يعني فوزي أنا في شيء بقلبي من أول ما شفت هالصورة هذه مات السيارة. نعم. حين الطراريد ما تحتاج مكيفات بالبحر وهواء. لا اليخوت الكبيرة فيها مكيفات. لا لا أنا أقصد لو أنت قعدت على إيه. نعم. يعني الطراد أو شيء. صحيح. أنا قاعد أتكلم على السيارة اللي شفتها قبل شوي هاي الحمراء الحلوة، شخبار المكيف؟ لا عاد انت تعال جو الكويت الحين شخبار المكيف؟ لا مو سيارات شتويه. ايه. على قولتهم يعني السيارات عموما السيارات يعني هذه احطها بالبيت وقت الشتاء اسوقها الصيف اركنها وما تقدر تستعملينها كل يوم، يعني هذا تستعملينها مثلا باسبوع مره. صح. يعني كشف اخليها كشف الشتاء وامشي. فوزي يمكن تكلمت قبل شوي فعلا عن صعوبات واجهتكم وايش كثر شغلكم في البدايه وانجازكم مكلف في جذب هذه السيارات. اخوي فهد انقل نفس السؤال لك، شنو الصعوبات اللي واجهتها في البدايه يعني في تصليح الباور بوت او الطراد او كان اللي اخت هو صعوبات بالاماكن بس حتى في بيعها؟ لا في البيع ما يكون في يعني صبعات، هذا نقول الرزق على الله الحمد يعني. لله. ايه بس الصبعات هي تكون الاماكن. ايه؟ اذا صارت ورشه على البحر يفرق حق الخوت الكبيره، سواء حتى اذا صارت بشويخ او الاماكن مخصصه حق الصيانه، هذا اللي كنا نعاني منه او اللي تعبنا في البدايه. ايه ونفس هل هي نفس المشاكل اللي تواجه السياره؟ يعني ممكن السياره في عليها اقبال لتتبيعها، هل الطراد او اليخت او الباور بوت اللي قاعد هل في نفس الاقبال على السيايير؟ نعم نعم. في طلبات معينه تتوجه للبحر؟ لا لا هذا توجه البحر هذا من الصغر. هذا من الصغر. بعدين شوي يعني قمنا نكبر وصارت شركه قمنا نعرف السوق اكثر. اي بس بالنهايه في ناس اقبال. إيه طبعا. اكثر شيء ماشي بالكويت شنو؟ هل بحر هل الكويت هل بحر؟ مشاهدينا اي اكثر شيء شنو؟ كل فئة لها ناس. يخوت جيتسكيات. يخوت ماشي. الجيتسكي ماشي. كل فئة لها. لها ناس. الكويت هالبحر عيل. كل فئة لها ناس. أهل يخوت لهم فئة معينة. في الطاريد السبورت كذلك. أكثر شيء شنو؟ أكثر شيء الصيد طبعا. الصيد. طاريد الصيد. عندي سؤال موجه لكم أنتوا الاثنين. أغرب طلب طلبه منكم كاستمر. للطراريد وللسيارات في وايد مثلا شنو يعني
إيه طراد قديم متهالك يبي يرد جديد أو يشتري واحد جديد يكون تكلفته أقل. أغلى. طلبوا شغلات رسومات معينة، ضيفون إضافات، مو شرط إنه يكون متهالك، ممكن يكون هو جديد لكن يطلب شغلات إضافات غريبة. لا الإضافات يعني هذه تصير اللي يبي طبعًا إحنا ننصحه. وبالنهاية يكون الخيار حق زبون نفسه تمام. مثل شنو إضافة شنو اللي حسيت إنها غريبة وإنه يعني واحد عنده ماجينيشن يعني وراعي مزاج بحر ويحب حركات وإضافات ولفت نظر مثل ما يقولون. لا الصبغ الرسم نفس اللي نعرض من قبل شوية. كل واحد يجيب رسمة يعني. ما وجهك شيء ما قدرت ما تسوي مثلاً؟ لا ما أقدر أسوي لك إياه. في شغلات وايد ما أقدر أسويها. يعني طلبات الناس غريبة. طلب غريب. والله ما يحضرني أنا الضرب طلب يعني غريب اللي ما قدرت أسويه ما. طب شيء ترفضه ما تسوي يعني لو انطلب منك ما تسوي. شيء غلط يكون. إذا شيء غلط أنصح وأقول إن إذا في شركة ثانية تسويه أنصح إنه ما يسويه. الحين ما شاء الله بنات الكويت الحين جيتسكي وطراريد وهي يعني شلون في عندكم زباين من البنات؟ نعم. شنو طلباتهم؟ حال حال الريال تبي يخت تبي تغوص تبي جيتسكي كل نفس الرجل. بس طبعا اكيد البنت راح مثلا تلاقيها تقول ابي اللون بينك وتحط لي ورده عليه او شيء. لا والله في لا في ناس يحبون شيء السبورت يعني في بنات وايد يحبون السبورت. اخوي فوزي انا راح انقل نفس السؤال اغرب طلب يالك مكيف. مكيف مكيف حاره وما فيها اساسا. اشوف البنات يحبون يمكن على السكان شيء تلامع ولا شيء. لا والله مو 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 يعني طلب غريب بس مو من بنت يعني طلب غريب من واحد من الاخوان. اشوى طلعنا براءة الحمد لله. يعني يبي يسبق سيارته ضارنا حلمان يقول انا سيارتي كحليه بيصبغها يبيها وردي بالنهار وبالليل تقلب لون ثاني ترد نفس ما كانت اول. يعني حقها السيارة العجيبة هذه حققت لها الحلم. شو حققها لاني ساحر ما يصير. شلون على شنو الحلم اللي شايفه هذا؟ ما ادري والله قاعد من نوم يعني قال لي انا بشي شي شي. انتوا الحين المفروض انكم تحققون احلامهم طراريد وسيارات. مو كل حلم يزول. يجونك نساء او سيدات يعني بسالكم عن توجه قاعد نشوف ان الحين بالكويت في حريم يشتغلون بنفسهم بهالمجال شنو رايك؟ هل تقدر المراه فعلا؟ والله انا واحد من الناس ايد صراحه. تأيد؟ نعم ايد. احنا انت الحين لو بتطالعين مثلا باوروبا او بامريكا ليش تروح البيت؟ انت الحين مصانع السيارات الجنرال موتورز او المرسيدس او البي ام المصانع هذه ما في حريم يشتغلون داخل مصانع؟ يعني السياره لما تخلص وتتجمع وتتجهز على الفينش سيده وتشتغل بالجراج. احنا نقول يمكن انا كنت قبل اسالك هالسؤال بسالك هل يجونك من زباينك نساء للجراج؟ اي طبعا وايد. انت قاعد تقول لي قاعد يشتغلون بعد؟ لا ما 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 مر علي ان بنت تشتغل بايدها عندي انا بالجراج طبعا. ايه. بس يجون طبعا زباينك يعني يجون الجراج يجون وايد بنات بس ان انا ايد ان بنت تشتغل ايدها طبعا. ايه. وانت فهد ايد بعد؟ والله أيد أنا نفس الشيء برا البنات يشتغلون كل شيء وافتكر في واحدة كويتية افتحت جراج هنا بالكويت. نعم من صحيح. من صحيح. ثلاث أربع سنوات افتحت جراج وهي جابلة وهي تشتغل بيدها. حيمان قاعد تشوفهم اثنينهم مأيدين شلون يشتغلون معاهم؟ فهمت شو بتقولي بارت تايم؟ شنو شروط التوظيف عشان نعرف تنطبق علينا ولا لا؟ شهادة خبرة. لا لا خلاص من أولها مرفوضين. كان لك ولا صبغ ايش تبون؟ طردتونا من أولها. يعطيكم العافية نورتونا بلالي الكويت. الله مشكورين على الاستضافة الطيبة هذه ما قصرتوا. فوزي أنا عندي لك سؤال. نعم. يمكن في مجال تخصصك. نعم. شنو سر حبك لل 6.9؟ لا إله إلا الله. هذه سيارة أنا أعشقها يعني وهذه من أفضل السيارات اللي أنا اللي موجودة عندي وأنا أعشقها من يوم كنت صغير يعني يمكن كنت أشوفها بالبيت عندنا أو يكون يعني شايف السيارة من زمان وأنا أحبها السيارة هذه أعشقها وايد 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 وحتى والدي الله يرحمه أنا كان عندي منهم أربعة أو ثلاثة أتوقع يعني ما وحاطهم بالبيت والدي اللي تضايق قال يعني يا اولادي الواحد يعشق له واحده مو اروع حط لك اربع سيارات هذه اللي عشقتها على الشاشه هذه اللي عشقتها؟ نعم هذه اللي ما هي معشوقتك هذه على الشاشه هي فهد شو تحب توجه في ختام لقائنا اليوم؟ طبعا شكر حق البرنامج ونشكركم على حسن الضيافه وبالعكس احنا نشجع الشباب
تشرفون. الله يسلمك. والله انتم شرف للكويت يعني، وبالعكس ترفعون الراس، وبالعكس يعني حياكم الله. هذا المنبر لعلي الكويت، لكل الشباب، لكل الطاقات والمواهب اللي حابين يطرحون طبعا مواهبهم ويورونها للعالم. ايضا لك انت بعد فوزي هذا الموضوع اكيد. شكرا لوجودك معنا، وانتم طبعا واجهه جميله مشرفه للكويت. يعني ابدعتوا صراحه من خلال الصور اللي شفناها مع مشاهدين ليالي الكويت، ابدعتوا صراحه في التغيير والتطوير. يمكن حفزتوا كثير من الشباب اللي كان ودهم يبدون بهالاشياء. نتمنى احنا من مجال مفتوح حق الكل، نتمنى والله حتى ايدتوا المراه انها تدخل هالمجال. طردونا الحين بالوظيفه، ايدونا الحين، طردونا قالوا ايدنا. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله ومن هالاعلى يا رب. ومشكورين على وجودكم معنا في ليالي الكويت، اخوي فهد الغريب واخوي فوزي الهذلول. الله يطول عمرك، شكرا لتواجدكم معنا، نورتونا. مشاهدينا وصلنا لختام حلقه اليوم، شكرا لكم لمتابعتكم، نشوفكم ان شاء الله غدا. تصبحون على خير، وحلقه ان شاء الله جميله مع باقي الزملاء.